السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيك يا حبيبي؟ يا رب تكون بخير. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض صينية بطاطس. الأول هنشوف مع بعض المقادير. أنا معايا وراك فراخ اهي، ومعايا طماطم مفرومة في الخلاط، ومعايا البهارات، ومعايا قرنين فلفل متقطعين، ومعايا بصلتين مبشورين، ومعايا البطاطس اهي على قد الكمية اللي انت عايزاها. طبعا يا حبيبي اول حاجه قبل ما نبدا خالص هنتبل الفراخ بتاعتنا. معايا البهارات اهي، معايا بهارات فراخ، تتبيله فراخ اهي، معايا بهارات فراخ اهي عباره عن بابريكا وبهارات فراخ اللي هي تتبيله الفراخ، ومعايا كمون، معايا كزبره، ومعايا فلفل اسمر. هننزل الاول بتتبيله الفراخ كده وشويه بابريكا، ومعايا شوية كمون اهوت، وشوية كزبرة برضو، وشوية فلفل اسمر، وهحط عليها شوية ملح بقى. عليها رشة ملح كده اهو زي ما انتوا شايفين. عشان اكمل بقية التتبيلة هنزل عليها برضو بشوية ايه فلفل كده عشان تشرب من طعم الفلفل كده، وشوية بصل برضو. طبعا شوية عصير طماطم اللي انا فرماها، وهبدأ بقى بالتتبيلة بتاعتي، واسيبها بقى ايه فترة كده تشرب من التتبيلة بتاعتي. يعني حوالي نص ساعة كده او اكتر. لو انت مستعجلة سيبها نص ساعة، مش مستعجلة سيبها ازيد على ما تشرب من التتبيلة بتاعتها كده. هحط لها معلقة خل برضو في التتبيلة. حاجة بسيطة كده. خلاص كده حبيبي التتبيله بتاعت الفراخ جهزت معايا اهي. هسيبها بقى ايه تشرب من التتبيله بتاعتها فتره زي ما انا قلت لكم. لو انت مستعجله سيبها نص ساعه، مش مستعجله سيبها اكبر فتره ممكن علشان تشرب من التتبيله بتاعتها، تبقى طعمها كويس. تمام كده خلاص هنحطها بجنب. هنبدا نجهز البطاطس بقى، صينيه البطاطس. البطاطس بتاعتي متقطعه كده زي ما انتم شايفين. على حسب الكمية اللي انت عايزاها، عايزة تعملي اي كمية على قد العدد الاسرة بتاعتك اللي موجودة. عند البصل اهوت هنزل البوكس، عند الفلفل، بس هنزل بالطماطم بتاعتي بقى. طبعا مش هكد، مش هحطها في الجدر. احط البهارات بقى بتاعتي، طبعا معايا توم باودر، بصل باودر، نسيت اقولك في المره الاولانيه انا حطيت تاني اهوت اهو، وعندي كمون، وعندي بهارات لحمه برضو، وعندي بابريكا، وعندي كزبره اهو، وفلفل اسمر، كله على بعضه. تمام كده وهقلب التتبيله كلها مع بعضها كده. طبعا ما تنسوش الملح بتاعنا. هنزل
رشه ملح كده على حسب الرغبه بتاعكم، عايزين كتير عايزين شويه زي ما انتوا عايزين. ورجعت لكم تاني يا حبايبي بعد ما الفراخ بتاعتنا شربت من التتبيله بتاعتها، هي التتبيله دي بتخلي طعمها جميل جدا. والطريقه اللي انا بعملها دي يا حبايبي بتخلي الطعم حكايه بتاعت الصينيه. اهي معايا الفراخ اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده حبيبي، هدلق عليها الطماطم بتاعتنا طبعا اهي. خلاص كده هقول لكم حبيبي جربوها بالطريقه اللي انا عاملاها ديت، هتبقى جميله قوي وهتعجبكم. هديلها بقى غلوه على البوتاجاز علشان تستوي معايا زي ما انتم شايفين بالطريقه ديت، وبعدين ارجع احطها في الفرن تاني. وده حبايبي صينيه البطاطس اهيت، حطيتها تاخد غلوه على البوتاجاز على بال ما تغلي غلوتين كده، اقوم حطاها منزلاها تاني في فرن البوتاجاز تحت. وطبعا يا حبايبي لو انتم يعني شايفين هي محتاجه مثلا شويه ميه ولا حاجه، مفيش مانع ان انت تحط لها كوبايتين ميه كده علشان ما تبقاش ناشفه قوي وياكي. وطبعا هسيبها بقى على البوتاجاز كده تاخد غلوتين وبعدين نرجع لكم تاني قبل ما الصينيه تغلي معانا حبايبي. يلا نعمل الرز كده مع بعضنا. معايا معلقه سمنه اهي، طبعا السمنه دي سمنه فلاحي مش سمنه عاديه. السمنه دي انا كنت عاملاها على ايدي. خلاص ساحت ويانا اهي. طبعا انا بقليت الرز كده وغسلته الاول وبقليته شويه علشان يستوي معايا على طول. خلاص كده اهوت هحمره بقى. هنعمل بقى البطاطس تقريبا حبايه حبايه. هعمل مستنيه تاخد لها غلوه يكون انا خلصت ايه الرز معاكم. خلاص بدأ الرز يحمر معانا اهوت، انزل عليه بالماء. خلاص كده خلاص كده جهزنا الرز بتاعنا. هعمل من البطاطس ايه تستوي، هنغطي بقى كده حبايبي صينيه البطاطس اهي بعد ما خرجت من الفرن. طبعا النور كان قطع علينا احنا بنصور بقى، معلش عشان كده نسيت اقول لكم تحطوا معلقتين زيت ده لو حابين. يعني هي كده كده اصلا السمنيه بتاعت الفراخ كل السمن اللي فيها بينزل في الصينيه، بس اللي حابب يحط زيت ماشي يحط معلقتين. انا نسيت بس اقول لكم على النقطه ديت. خلاص كده حبايبي الصينيه قدامكم اهيت بألف هنا ويا رب على قلوبكم. وده الرز معانا اهوت خلص معانا اهوت، عاملاه حبايه وحبايه مفلفل اهوت، بسم الله ما شاء الله جميل اهو قدامكم اهو يا حبايبي. وهنفرغ بقى طبعا حته تحفه وطعمها تحفه يعني بسم الله ما شاء الله يا جماعه. والله لو عملتوها بالطريقه ديت ما شاء الله هتطلع معاكم ناجحه وهتطلع معاكم طعمها جميل جدا. زي ما قلت لكم بس اعملوها بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها دهيت، وان شاء الله تطلع طعمها حلو قوي معاكم. وخلاص كده حبايبي ان شاء الله بقى هنغرف البطاطس اهيت. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.